أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الابتدائية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات مدرسة على الهواء في مادة اللغة العربية. مش هنقول ضيف بقى، ضيفنا الدائم أستاذ حاتم عبد الله. ازيك يا أستاذ حاتم؟ ازيك يا استاذ سعيد وازاي اولادنا كلهم، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان الحلقه النهارده تنول اعجابهم. وطبعا احنا عارفين ان احنا انتهينا في الحلقات السابقه من الوحده الاولى في الفصل الدراسي الاول، سواء كانت نحو او نصوص او قراءه او قصه. النهارده ان شاء الله باذن الله استاذ سعيد مجهز لنا الوحده الثانيه، ونشوف استاذ سعيد طبعا مجهز لنا الابداعات والاشياء الاختراعات اختراعات استاذ سعيد عليه. خلينا احنا الاول، احنا وعدنا اولادنا، كان طبعا الحلقه السابقه كان في عندي الفصل الثاني من القصه، عاوزين ننتهي من الفصل الثاني من قصه علي مبارك، عشان يبقى احنا ماشيين بخطوات لاولادنا كده، ان احنا نقول ان شاء الله ان شاء الله احنا ناويين لهم ان احنا نسبق قوي قوي، عشان نبدا نرتاح بعد كده في حل الامتحانات والاختبارات اللي هتدربهم على الامتحان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا الفصل الثاني من القصه، واتفقنا وقلنا وبدانا المقدمه، بس انا عاوز اخدها اسئله على طول يا استاذ حاتم، عشان اولادنا يبقوا مستعدين معايا للاسئله اللي موجوده ان شاء الله. طبعا احنا بنقول انا عندي بتيجي عباره عن قطعه، طبعا انا بقول القطعه اللي بتيجي دي سواء كانت القطعه من الفصل الثاني الثالث الرابع، احنا بنتكلم عن الفصل الدراسي الاول، القطعه بتجي لك وعليها اسئله. انت ما بنقولش بقى في القصه تحديدا، مفيش حاجه اسمها توقعات. نعم. وانا دايما لاولادنا اقول القصه انت بتذاكر القصه كلها مجمل، اللي هي طبعا انا بتكلم على الفصول نفسها، الفصل الدراسي الاول خلص، قصتي انا فاهمها ومذاكر احداثها. وفي نقطه تانية يا استاذ سعيد بنقولها لاولادنا، ان ما تنشلش زي ما بيقولوا او تنشن على فصل معين من القصه، لان ربما احيانا بيجيب لك القطعه من مثلا الفصل الاول، وتلاقي اثناء الاسئله اللي موجوده على القطعه يجيب لك سؤال من الفصل الثاني، يعني الفصل الاول من القصه اللي احنا خدنا فيه عائله المشايخ، ممكن يقوم جايب لي سؤال ثاني من الفصل الثاني او الثالث او الرابع. فقصه ان انا اعمل عمليه نشان من القصه دي قصه مرفوضه تماما، لازم اقرا الاربع فصول بتوع الخاصين بالقصه. عشان كده انا بقولش احنا عندنا في القصه تحديدا مفيش توقعات. قصتك اربع فصول بتذاكرهم، اي حدث هيجي لك انت هتذاكره وانت هتكون حافظه او فاهمه. يعني تعال نقول بقى يا استاذ حاتم كده، الجزء اللي موجود معايا: بعد استقرار اسره الشيخ مبارك في المقر الجديد بدات تفكر في تعليم الصبي، فارسلته الى الشيخ احمد ابو خضر ليقيم معه ويعود كل جمعه. طبعا ده كله انا بقول يعني قرايه الحدث ده او قراءه اللي موجود ده، اولادنا طبعا وهو متابع معايا اللي انا بقوله ده هو حافظه، هو عارفه، هو مستوعبه، عشان كده احنا بنقول هنقرا بسرعه عشان ايه نعدي الحاجه. طبعا تكفل الشيخ مبارك بنفقات الاقامه والتعليم، ودي بس تعليقي كده بسيط كده يا استاذ حاتم، ان احنا في فتره من الفترات كان التعليم بيعتمد على الكتاتيب في البدايه. لما اجي ارسل العلم، شوف دلوقتي انا بقول لاولادنا ليه؟ عشان السهوله. احنا دلوقتي بقت كل حاجه ميسره لينا اسهل من ذي قبل. احنا دلوقتي الراجل كان عشان يتعلم، ممكن زي ما حصل مع علي مبارك كده، حاجة حالة من حالات ان نبحث عن واحد يعلمه وبعدين يروح يقيم في مكان بعيد قوي عن الاسرة، زي مغترب، زي طلبة الجامعة دلوقتي، هو لسه طالب في ابتدائي وزي طالب الجامعة دلوقتي، عشان يقدر يقيم في المكان ده، ويقيم ايه بقى بعد مشقة وتعب، وكمان ايه يكفله ماديا، ما فيش حاجة اسمها حد بيساعد حد. فهي ده كلها كانت على كاهل اسرة مبارك، كانت حاجة جامدة قوي. بس عشان الناس دي زي ما خدنا في الفصل الاول كده، هي أسرة بنسميها أسرة متعلمة تحب العلم، عشان كده ساعت ان تعمل ايه في علي مبارك؟ تعلمه. طبعا يا استاذ سعيد، وفي نقطة تانية عايزين نوجه عناية نظر ولادنا ليها، ان احنا عندنا القرى والمحافظات الاقاليم كانت دايما التعليم فيها لغاية المرحلة الابتدائية او المرحلة الاعدادية، ما كانش بيتواجد مدارس ثانوية، وكان زمان تمام يا استاذ سعيد يعني اسمها البكالوريا حاجة زي كده تقريبا، الثانوية العامة او التوجيهية، أي حاجة زي كده، والله لا اتذكر الاسم يعني. ولكن كان عشان خاطر الطالب يكمل تعليمه او البنت تكمل تعليمها، كانت بتنتقل من القرية التي تعيش فيها او المحافظة اللي بتعيش فيها الى محافظة من المحافظات الكبرى زي الاسكندرية والقاهرة. عشان كده احنا خلينا في تعليم الاولاد، كان البنات في الفترة دي مش حظهم قليل، ليس لهم حظ من التعليم. يعني كانت فتره كده ايه بنقول ايه معتمه على العقل بالنسبه لايه للبنات. طبعا بنقول دلوقتي علي مبارك انتقل عشان يروح لاحمد ابي خضر عشان يتعلم، عشان يشقى، عشان يتعب، عشان يكلف الاسره، عشان الام، وهنشوف القطعه اللي موجوده معايا، الام نفسها حزينه. ما انت بتتكلم على ام ابنها هيفارقها
ويفارقها اسبوع، يقعد تخيل انت بقى يقعد اسبوع كامل يجي لها كل جمعه وجاي كل جمعه عشان يعمل ايه؟ يشوفها ويمشي تاني. طبعا دي كلها عشان برضو ايه؟ من اجل العلم. فكانت امهم، شوف بقى كانت امها ايه؟ حزينه لفراق وحيدها، ولكنها كانت تعلم قيمه العلم وانه يخلق الرجال الافاضل ويحقق لصاحبه حياه كريمه. طب معلش استاذ سعيد، بس نخلي السلايد ده موجود قدامنا لاولادنا زي ما احنا اتعودنا ان احنا ندخل الامور في بعضها. جميل قوي. عشان نلخبط ولادنا. احنا عندنا في اول حاجه وكانت امه حزينه، دي كان واخواتها، يعني نبدا تمهيد للي احنا هناخده. ما احنا دي حصتنا اللي فاتت. نعم. بالنسبه لنا احنا خدنا كان واخواتها. نعم. وعرفنا لاولادنا كان واخواتها بتعمل ايه. كان حضرتك بقى انت هتطلب منهم وانا عارف هتطلب منهم ايه دلوقتي. نعم. وهم اللي يجاوبوها. مش دي كانت صح؟ نعم. يعني اعراب كامل بقى كانت، وفين اسمها وفين خبرها، ونعرف نستتب معاهم بقى. نعم. انت وانا طبعا معاك. طبعا دي دايما اللي بتلخبط ولادنا، يعني الجمله لو جبناها استاذ سعيد مع بعض هنقول ايه؟ وكانت امه حزينه. لو كتبناها مع بعض نكتب وكانت، هنقول كانت امه حزينه. تعال نبص للجمله دي يا استاذ سعيد، الناس كلها تتلخبط فيها. ليه بقى؟ احنا اتعودنا ان لما يكون عندنا اسم متصل به ضمير يبقى الخبر جملة ايه؟ اسمية. لكن هنا الحالة دي لو شلنا كان، مفيش اي تغيرات هتحدث، هنلاقي الجملة بتقول ايه؟ امه حزينة. ده بلاش امه بقى يا استاذ حاتم. نعم. انا ليا مزاج في حاجة تانية. نعم. ام علي مبارك حزينة، مش هي كده؟ نعم. مش هي دي او ام علي. نعم. حزينة. يبقى الهاء دي بتعود على مين؟ على علي مبارك. علي مبارك. يعني انا اولادنا وهما بيحلوا كده يستثني الضمير خالص، وعشان ايه؟ وهو بيقطعها يقطعها لنفسه صح. نعم. يعني احنا بنتكلم على ام مين؟ علي مبارك. علي. كويس كده، مالها حزينه. نعم. واحنا التقسيمه. طيب انا لو انا مع اولادنا كده وانا معاك يا اسحاق، ام وسكت، يبقى انا ساكت على حاجه ده نكره وبادئ بيها ايه؟ بادئ بيها الجمله. نعم. اقول لك لا، ما تعرفها لي بقى، ام مين دي؟ ام علي. يبقى. نعم. هي ام علي. ايوه هي دي. هي دي اللي عرفتها لي، هي اللي قالت. نعم. ايه بقى؟ كمل. طب ام علي يبقى جزء واحد، كلمه واحده، انا ما اختلفتش. طيب ايه بقى اللي اخبرت بيها؟ ام علي دي مالها؟ هي. نعم. بقى دي عشان احنا بندرب اولادنا، دي الخبر اللي هتكلم عنها بعد كده. ام علي حزينه، سعيده، ايا كانت، المهم ده اللي هيخبر عن مين؟ عن ام علي. عن ام علي. احنا لو لاحظنا الجمله دي يا استاذ سعيد، ان تاء التانيث المتصله بالفعل التي انتهت بها الفعل اللي هو كان واخواتها او كان اللي موجود عندنا، تاء التانيث دي تعود على مين؟ على الام. الام تعود طبعا. على ايه؟ الام. يبقى هنا الجمله دي هيبقى اعرابها مختلف. في ناس هتقول لك ايه؟ اسم كان ضمير مستتر تقديره هو. لا غلط طبعا. ليه؟ لان احنا عندنا امه هنا كلمه امه. معلش هنغير الورقه تاني ونشوف الجمله باعرابها. هنقول ايه؟ كانت امه حزينه. ادي الجمله معانا، كانت امه حزينه. امه اسم كان، حزينه خبر كانت طبعا، ودي منصوب ودي مرفوع. يبقى الاعراب الكان. نعم. زي ما حضرتك قلت الام. نعم. هنا او ام هنا هو خبر اسم كان مرفوع. نعم. وعلامة رفعه الايه؟ الضمة. نعم. طيب حزينة خبرها كان منصوب. منصوب علامة. ليه؟ لان الناس ممكن تفتكر ان انا لقيت الهاء اللي موجودة في الجملة اللي هي كانت امه حزينة، هيتخيل ان هنا ان في اسم كان محذوف. جميل. او ضمير مستتر. لا، هنا مفيش الكلام ده. هنا لان تاء التأنيث الفعل كله بيتحدث عن مين؟ عن ام علي مبارك وليس عن علي مبارك. جميل قوي. احنا. نعم. برضو ما انا قلنا لما هنرمي الهاء هيطلع لنا علي. نعم. عشان كده لما هيطلع علي هيقفل لي على الدور خالص ان ام هي الاسم. الهاء انا بستثنيها دلوقتي، لكن. نعم. عندي الاسم هو ايه؟ هو كلمة الام او لفظ الام، هو ده اسم ايه؟ كان. نعود من حيث اتينا بقى. جميل قوي. نعم. يبقى احنا قلنا كانت امه حزينة لفراق. نعم. وحيدها، ولكنها كانت تعلم قيمة العلم وانه يخلق رجال الافاضل كمان ويحقق لصاحبه حياه كريمه، فسالت الله ان ايه؟ ان يبعد عنه الايه؟ الاخطار. نعم. طبعا تعالى بقى ما نشوف بعد كده. انا لما اجي اقول الكلمه التي اقول ماذا فعل علي مبارك مع قسوه الشيخ احمد، وهنا انا قلت لاولادنا بس معلش يا استاذ حاتم، احنا اولادنا وانا بتكلم انا جبت له القطعه، ده امتحان اسئله. لما هحكي انا مش هحكي ملخص بسيط قوي، ان في فعلا هذا الشيخ او هذا الرجل كان قاسي. ايوه قاسي القلب كمان. واحنا في القصه ماليش دعوه برضه بالحقائق، القصه بتحكي لنا ان هذا الشيخ كان ايه بقى؟ كان رجل قاسي. نعم. طيب لما في معلم، انا برضه هنقلها لاولادنا قوي،
بدون، وفي ساعات كده بنستنتج الاجابه يا استاذ حاتم. يعني انا في معلم قاسي كويس كده، هنقول الاستاذ حاتم ده في طبعه الشده. نعم. هذا الولد لو في ولد بيتعلم عند الاستاذ حاتم المفروض يعمل ايه يا استاذ حاتم؟ المفروض ان انا اجتهد، انا جاي اطلب العلم. اذا كان المعلم قاسيا، يعني اذا كان المعلم قاسيا، طبعا الكلام ده مش موجود دلوقتي، يعني ما اعتقدش ان الكلام ده موجود. طبعا ممكن طبعا في حالات نادره لما نلاقي معلم دلوقتي يعني بيتسم بنفس صفات الشيخ احمد ابو الخضر. لا احنا دلوقتي الناس كلها تربويين، والناس دارسه تربوي، يعني الناس بتتعامل حتى بنفسيه الطالب صح الا ما رحم ربنا. خلينا بقى نقول ان فاحنا بنقول ايه، انا بالنسبه لنا انا لو لقيت المعلم قاسي هجتهد جامد جدا. جميل. عشان حتى لا اتعرض لاي نوع من انواع العقاب. هحاول ان انا اخلص العام الدراسي باجتهاد وبتفوق حتى لا اعود مره ايه مرة أخرى. وده اللي عمله علي مبارك لما اجتهد وحفظ القرآن باجتهاد وجد فيه، وأكمل حفظ القرآن في عامين. صح يا سعيد؟ جميل قوي. أنا معاك بقى في كده. أنا هعمل لأولادنا تعليقتين اتنين. الولد انطباعه الأول، يعني أنا هتكلم عن نفسي، أنا لو في الأستاذ حاتم أنا بدرس عنده دلوقتي، الانطباع الأول هقول ما ينفعش، يعني في معلم بهذه القسوة مفيش غيره، ده انطباع حلو كده. طيب وأعمل إيه بقى؟ هنا بقى بقول الإجابتين. انا في الانطباع ان انا ارد اقول ايه، لا يجوز ان يكون معلم كده، انا في نفسي كده. وبعد كده اعمل ايه بقى زي ما حضرتك قلت؟ اجتهد واثبت للكل ان انا ادي المسؤوليه. هنا اللي عمله علي مبارك، يبقى اقول بس كده الجزئيه دي يا استاذ حاتم. لقد كره علي مبارك ما يفعله، مش كره الشخص، هو كره افعال الشيخ احمد، وكان يقول في نفسه ايه بقى، هل يليق بمعلم ان يكون بهذه القسوه؟ تمام. انا بقى كده لما اقول بعد كده ايه اللي حصل، وهل جئنا لنتعلم، هو ده انا بقول الانطباع الجبن والخوف، هنا كان انطباع علي مبارك. ومع ذلك هنا الاجابه اللي حضرتك بتقولها بقى يا استاذ حاتم، استطاع ان يتحمل هذه القسوه ويختم القران في سنتين، فلما ازدادت الام العصا عليه رفض السمع على شيخه. ده بقى خلاص ده مقدمه، لكن هو حصل ايه في الاخر؟ حفظ، ايوه، اتممت القران، ايوه. وده اعجاز على فكره، في سنتين ده اعجاز، يعني معنى كده انه تحدى الشيخ احمد وقسوته من اجل العلم برضه عشان يثبت لاسرته انه قد في سؤال ثاني يا استاذ سعيد، لو جه لاولادنا وقال لك ايه، ماذا فعل علي مبارك عندما اشتدت عليه العصا وقسوه الشيخ علي او قسوه الشيخ احمد ابو الخضر؟ دي الاجابه الاخيره اللي استاذ سعيد كتبها لنا. يعني لما يجي لك سؤال مباشر زي ده اللي هو ماذا فعل او كيف ما رد فعل علي مبارك عندما اشتدت عليه العصا وقسوه الشيخ احمد ابو الخضر، قام علي مبارك ورفض ان يعود مره اخرى الى الشيخ احمد ابو الخضر. ما هو ده بقى الموقف، الشيخ احمد خلاص ابو الخضر. انا في الاخر انا اتعلمت وحفظت، بس الراجل ده ما يكملش بقى. يعني هو نفسه قال لا خلاص بقى، انا كده ايه استحاله الايه الامر، انا من اجل العلم اكملت، ولكن الاستمرار طبعا خلاص لا مستحيل. تعالى بقى ما نشوف بعد كده يا استاذ حاتم، لو جه سؤال بعد كده، هو طبعا عاد الى اهله بقى مصرا على عدم الرجوع للشيخ ابي خضر. لايه بقى كمان؟ في حاجة أنا عاوز أقولها لأولادنا، دي موجودة في القصة، في الحفظ وحفظة القرآن في الكتاتيب يا أستاذ حاتم، كان بيحفظ وفي حاجة اسمها تثبيت، زي حتى الناس كانت شافتها في قصة طه حسين كده، لما كان بيجي لازم يراجع الحفظ عشان يثبته، لأن القرآن أصلا هم بيسموه كده معلومة بسيطة، إن لو لم يثبت بيطير، فكان لازم يثبته. هو حفظه، لا التثبيت قال لا بقى، انا مش هثبت عند الراجل ده، انا هثبت في مكان تاني، لان انا خلاص حفظت واثبتت ايه الحاجه دي. فقام والده ايه بقى بتعليم، هو بقى اللي هيقوم بالايه بعمليه التثبيت دي. لكن في نقطه تانية يا استاذ سعيد احنا بنتكلم فيها، ان والده من الاول لو هو قادر على تعليمه او عنده الوقت ان هو يعلم ابنه، كان من الاول ما وفر مال وفر مجهود وما ودهوش هناك. لكن الاب اقتطع من وقته، الاب عنده مشغولات كتيره، بنوا له مسجد في قرية عرب السماعنة أو بدو عرب السماعنة، خلوه هو المسؤول عن تعليم أهل القرية التعليم الديني، فالرجل اقتطع من وقته كي يعلم ابنه. لكن هل هو هيستمر على هذا المنوال ويظل يعلم ابنه؟ هل ده هو السؤال؟ نعم. شوف حضرتك قرأت السؤال قبل أن يكتب، هل استطاع فعلا الأب أن يعلمه؟ هي بقى دي السؤال. يعني انا هقتطع وقت وانا عاوز ابني عشان اعلمه واثبت المعلومه، طيب هل هتلاقي وقت؟ السؤال هنا بقى هنشوف الاجابه عليه. هل استطاع ابوه تعليمه؟ طبعا هنشوف بعد كده ايه الاجابه اللي انت حضرتك بتقول بقى دلوقتي، لقد منعته كثره مشاغله من الاستمرار في ذلك. هنا الكارثه والازمه اللي هيقع فيها علي مبارك تاني، انا قلت لك القران عامل زي الايه؟ نعم. مع الفارق في تشبيه السبيرتو، يعني هما كان الشيوخ يشبهوه بكده، يقول لك اذا لم يثبت في 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 المختبر بتاعه ممكن يطير،
ففعلا الازمه اللي حصلت ما لقاش وقت وانشغل، فعلي مبارك ناسي ما حفظه، هي بقى دي الكارثه. فطلب الشيخ من الشيخ مبارك بقى طبعا من ابنه ان يعود الى ايه؟ الى الشيخ احمد مره اخرى، يرجعه تاني للمعتقل اللي كان فيه عند الشيخ احمد. طبعا هو كان فيه حصلت حاله من الرفض من الولد انه يعود مره اخرى الى الشيخ احمد ابو الخضر، لانه عنده يقين او عنده اعتقاد داخلي ان العلم لا ياتي بالقسوه، لا ياتي بالاجبار. وده طبعا اللي احنا واخدين عليه دلوقتي، يعني احنا اولادنا دلوقتي بنقول عليكم انتوا عايشين في نعيم. ليه؟ انك انت النهارده لو اي معلم استخدم معاك نوع من انواع القسوه بيبقى ليك الحق انك انت تشتكي، بيبقى ليك الحق انك انت تروح تحاول انك انت تتنقل لفصل تاني. لكن ساعتها الظروف اللي كان عايش فيها احمد علي مبارك كان صعب جدا ان هو ينتقل الى مكان اخر ليتعلم فيه، لانه لا يتعلم في مدرسه، وما كانش موجود في القريه كلها حد يعلم احد تعليم مباشر غير الشيخ احمد ابو الخضر. هنا بقى انت دايما حضرتك كده بنقول النقطه اللي انت قلتها دي ازمه لعلي مبارك. نعم. طب الازمه دي الاب ما عرفش يحلها لاني ماليش وقت، هرجعك لمين؟ الشيخ احمد. طب هل وافق علي؟ ده سؤال. ما هو هنا برضو لما اجي اقول الاسئله لاولادنا احنا عاملينها متتابع اكن بنحكي الفصل، بس الاسئله انا بقول دلوقتي ازمه حصلت وابوه قال له خلاص لازم ترجع للشيخ احمد. طبعا هل وافق علي؟ لم يوافق علي في العوده مره اخرى الى الشيخ مبارك، ما رضيش يرجع. طبعا الناس اللي كانوا قاعده سواء اخوات علي مبارك الكبار اللي هم من ام اخرى بداوا يعنفوه، بداوا يقولوا للاب احرمه من حاجات كتيره جدا، لكن الاب في هذا التوقيت اقتنع. وكان عند الاب ذكاء، ده راجل متعلم، كان عنده ذكاء رهيب جدا ان هو يعلم ان هذا الولد لو اجبروا على الذهاب مره اخرى الى الشيخ احمد ابو الخضر ربما يهرب من البيت. حلو قوي كده. نعم. زي ما حضرتك بدات، هل وافق علي؟ طبعا رفض، ورفض قاطع، وهدد بقى التهديد ده جوه كمان ان انا ممكن فعلا زي ما حضرتك تقول ان انا اسيب البيت خالص. فقد رفض علي بكل اصرار، مع ان الاسره كلها ايه بقى زي ما حضرتك بتقول واقفه ضده، انت لازم تتعلم. ولكن الشيخ مبارك تفهم الموقف وخاف ان يهرب، فترك له حريه الاختيار في التعليم. وهو ده برضه اللي بنقوله لاولادنا. انا بقول دلوقتي لكل اب وكل ام اللي عملوا علي مبارك ده موقف تربوي سليم. انا لو فرضت الشيخ مبارك، الشيخ مبارك لا 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 طبعا نعم. الشيخ مبارك انا اقصد الاب اللي عمله الشيخ مبارك لابنه ده موقف تربوي ملوش حل. انا بقول دلوقتي اختياري، ايوه اختياري. انا يمكن كانت وزاره التربيه والتعليم لجأت لدي كمان في الفتره الاخيره يا استاذ حاتم، حتى للطلبه الكبار شويه، قال لك هنعمل السيستم النظام هيبقى كنظام محاضرات في الثانويه العامه. محاضرات يعني ايه؟ انا اختار الاستاذ حاتم ان انا ادخل المحاضره دي لان انا برتاح لشرح الاستاذ حاتم، ممكن واحد ثاني يرتاح لشرح الاستاذ سعيد، ثالث يرتاح لشرح كذا. يبقى تسيب الناس على حسب ايه؟ التوافق اللي هيحصل. بيحصل حاجه اسمها بيقول لك كيمياء ما بين المدرس وما بين الايه؟ الطالب. لو توافقوا مع بعض هيحصل التوافق اللي عمله علي الشيخ مبارك. خلينا نقول الشيخ مبارك مع علي من كام سنه، هو ده اللي احنا بنلجأ بيه دلوقتي، ان اختيار المدرس ده حرية شخصية لمين؟ للطالب. طبعا وكعادتنا كل عام لازم ننوه لاولادنا ان تصرف علي مبارك كان تصرفا خاطئا. جميل. على قد القسوة اللي كان موجود فيها، الا ان ما ينفعش ان احنا اولادنا في السن دون ان هو يهدد بالهروب من البيت، او ان هو يمتنع او يحاول يجبر اهله على شيء معين. احنا دلوقتي قدامنا في حاجة اسمها المناقشة، وفي حاجة اسمها ان انا اقدر ان انا اخد موقف بالمناقشه وليس بالتهديد. فانا من الناس اللي بقول موقف علي مبارك المفروض اولادنا ما نتعلمش منه. احنا واخدين قصه علي مبارك عشان نتعلم الايجابيات وليس السلبيات، ونعتبر ان هذا التصرف من علي مبارك كان نوع من انواع السلبيه، ان هو يرفض الذهاب الى الشيخ، وان هو يهدد بالهروب، وان هو يختار بنفسه المعلم الذي يعلمه، لانه يعلم جيدا ان اباه كان لديه من الخبره اللي تخليه يقدر ان هو يروح المكان الصحيح. دلوقتي احنا عندنا الامور ايه؟ متاحه، مدارس كتير، معلمين كتير. ساعتها ما كانش فيه غير ده، عشان كده الشيخ مبارك كان زي ما بنقول كده بالبلدي كده استاذ سعيد ايه؟ مزنوق في الشيخ احمد ابو الخضر. لكن احنا النهارده المدرسه هروح اتناقش مع والدي، والدي يروح يتناقش مع مدرس المدرسه، ربما النقاش اللي هيحصل ما بين الاب وما بين ولي الأمر وما بين المعلم ربما ينتج عن نتيجة أو يفرز عن نتيجة أو يثمر عن نتيجة مهمة جدا، اللي هي أن المعلم ممكن يغير في أسلوبه، أو ربما يكون الابن فيه سلبيات، ممكن السلبيات دي هي اللي مخليها المعلم يتعامل معاه بقسوة، لأن ربما ما يكونش بيتعامل معاه بقسوة، هو مجرد أنه هو بيتعامل معاه كنوع من أنواع التقييم، لكن الطالب فهمها غلط.
انت شرحت دافعت عن وجيت متحامل على علي، لكن انا مؤيد حاجه واحده بس، مش عشان الولد يهدد او غيره، ان فعلا العمليه عمليه توافق يا باشا حاتم. يعني خلينا نقول لاولياء الامور بلاش ضغط، يختار بس ما يختارش بدلع زي ما حضرتك بتقول. يعني مش اختيار بقى انا بستخف دم فلان والكلام الفاضي ده، احنا بنقول ده مدرس كفء ومدرس معلومته كويسه يبقى ايه تطيع. هنا بقى انا عاوز بس ارجع لعلي مبارك. علي مبارك خلاص الاب اقتنع وقال له خلاص، انا خوفا مش خوفا كمان، هو الاب اقتنع بفكره ان الولد لازم يكون له ايه له راي. جميل كده. طيب ماذا فعل مع ابنه؟ يعني الاولاد كلها عماله تقول له لا ولازم ناخد موقف منه ولازم ولازم. طيب الشيخ مبارك هيعمل ايه؟ رد الفعل هيبقى بتاع الشيخ مبارك ايه؟ طبعا هو قال له ماذا تريد او كيف تريد ان تتعلم او عند من تريد ان تتعلم. ده كان رد فعل الشيخ مبارك. ولما قال له علي قال له انا عاوز اتعلم في احد عند احد الكتاب، يعني في احد الكتاب قال له انا شفته ونفسي اطلع ابقى كاتب. فقال له طب تاهت ولقيناها، انا عندي فيه كاتب صديق ليا ده ممكن اوديك وتتعلم عنده. هو بقى كده يعني علي مبارك عاوزين بس نقول ان عاوز يتجه اتجاه عملي. نعم. عاوز يكسب. نعم. عاوز يكسب فلوس، يعني عاوز يبقى ايه يدخل دخل زي ما بيقولوا. ففكر الفكره دي وقال له ايه بقى ان انا هلجأ لايه بدل التعليم صرف، لا انا عاوز بقى ايه عشان انزل الحياه العمليه. وكانت ذكاء من الاب انه عمل فيه ايه سابه يجرب بس. نعم. تجرب عشان انت اللي ترجع لي تقول لي ايه خلاص. نعم. انا العلم هو الاساس والعلم هو الايه الملجأ ليا. فاختار له كاتبا فارسله والده الى كاتب من الذين يكتبون للناس شكواهم وعقودهم، واتفق معه ان يجعله كاحد ابنائه مقابل جزء من الايه من المال. خليه معاك بقى كده وهو هيشتغل عندك ويشوف حاله. بس في الاول والاخر دي اختبار لعلي مبارك، يعني الاب حطه كده. طيب جرب شوف يمكن. نعم. لو نفعت معاك نفعت، ونشوف بقى اللي هيحصل بعد كده وتتابع الاحداث. طبعا السؤال اللي بعد كده، طبعا احنا بنقول ايه بقى في البدايه، سر الصبي كثيرا لما راه من منظر الكاتب واعتقد ان حلمه تحقق. هنا بقى يعني المفارقه الغريبه قوي، الراجل شارح للكاتب ايوه جميل قوي كده، احنا كده هنعيش وهتبقى الحياه، سيبكم بقى من ضرب العصا بتاعت الشيخ احمد والدنيا اللي كانت بايظه دي، ده هنا الدنيا هتبقى اروق والدنيا هتبقى حلوه. فانبسط وسر ايه خلاص للمنظر او للوهله الاولى او الانطباع الاول اللي احنا بنقول عليها قيمه وسيمه ووظيفه. يعني الراجل خلاص بقى هيعيش بقى، لكن خاب امله. وهنا بقى خيبه الامل اللي حصلت لعلي مبارك هنعرف سببها في اللي جاي بعد كده، ونعرف ليه بعد ما خلاص انبسط وقال خلاص الدنيا حلوت بدا يحصل ايه الازمه عنده تاني. وده سؤال دايما بيجي في الامتحان يقول لك ما سبب خيبه امل تجاه الكاتب؟ اجاوب هي كده بنفس الحكايه، هل كان مثل احمد ابي خضر؟ لا طبعا، هو الوضع كان مختلف تماما عند الكاتب، لان الكاتب عندما ذهب اليه علي مبارك شاف اللي هو بنقول عليه قشور بس، يعني هو من بره لابس والطربوش بتاعه ايام الطرابيش ولابس البدله بتاعته وقيافه وشكله جميل وحلو، لكن لما راح البيت لقى الامور مختلف. الراجل ده طلع راجل متجوز ثلاثه، ودي مش حاجه غريبه لان كان ساعتها في التوقيت دون كثره الزواج كانت متوفره، زائد ان هو البيت يموج بالاطفال، يعني العيال ولاد الراجل كتير جدا، متجوز ثلاثه ممكن يكاد يكون من كل واحده ثلاثه اربعه، يعني 12 عيل موجودين عنده في البيت. فالوضع طبعا كان متازم، الجو ما يشجعش على التعليم، العدد اللي موجود ولاد عمالين ضجيج ليل نهار وفي زعيق ليل نهار والاب عمال بيضرب ليل نهار. زائد نقطه تانية، ده الجو العام اللي موجود مع علي مبارك، لكن في حاجه اسمها الجو الخاص بقى اللي هي معامله الكاتب لعلي مبارك. هل كان الكاتب يعامل علي مبارك مثلما وعد ابيه؟ لا طبعا، الراجل كان بيعامل علي مبارك بقسوه، وكان مشغله خادم ليه يشيل له الشنطه ويروح معاه الشغل ويضربه ويقسو عليه، زائد ان الراجل كان مديله ثمن الطعام او ثمن الغذاء اللي يتغذى بيه علي مبارك، كان الراجل يقطر عليه بالايه بالطعام، يعني ما بيدروش الاكل اللي هو المفروض ان هو ياكله. يبقى جوع، عدم تعليم، ضرب، اهانه، ده كان ثواب، يعني نقول ايه الجزاء بتاع علي مبارك لما تمرد على الشيخ احمد ابو الخضر. ابو الخضر راح اللي هو من هو اسوأ من الشيخ احمد ابو الخضر. جميل قوي. يبقى نشوف الاجابه كده، لقد وجده بخيلا فضلا عن كثره عياله، طبعا زي ما حضرتك بتقول، ومعيشتهم في ضوضاء مزعجه وحرمانه من الطعام كمان، وجعله كانه ايه بقى خادما. يعني هو في الاصل بقى ايه خلاص ما بقاش راح يتعلم ولا بقى ده بقى خادم عند هذا الرجل لا ياكل ولا يشرب. طبعا تاني هنعيد الكره ونرجع لبدايه علي مبارك، فكرر العوده الى ابيه
وأظهر له الضرب على جسده وما حدث في رأسه من جروح عميقة. يعني كمان مش أزمة، ده الشيخ أحمد أبي خضر دلوقتي بقى بالنسبة لعلي مبارك البلسم اللي كان لو قارنه بالراجل ده يبقى هو ده الملاك. لكن فين بقى هنا برضو عشان علي مبارك يرجع أو يرجع لإيه؟ لرشده بقى. يعني العلم محتاج شوية معاناة، محتاج شوية إنك تستحمل. لكن انت لو فكرت انك عاوز راحة وعاوز وعاوز لازم بقى تشوف اللي انت ايه ما شفتوش. ده كان ذكاء الشيخ مبارك ان خلاه يعرف بنفسه عشان ما يفضلش ايه على هذا العند وهذا الايه الاصرار. طبعا بعد كده تفهم ابوه الموقف. طيب السؤال اللي هيجي لك انا مخليها كده بس حاتم انها اسئلة متتابعة عشان تحكي القصة، يبقى هل تفهم الموقف؟ لا، لم يتفهم في هذه الحالة الشيخ مبارك موقف علي مما حدث معه مع المعلم أو مع الكاتب، وقال له اخسأ يا ولد لا تتفوه عن معلمك بهذه الكلمات، فمن علمني حرفا صرت له عبدا. ودي الكلمة اللي احنا متعودين عليها. طبعا احنا ما بنقولش الكلام ده، طبعا الراجل ده لو كان موجود دلوقتي كانت صوره غرقت الفيسبوك وكان فضحته بجلاجل يعني. لا طبعا احنا بنقول هي العلم نفسه على فكرة طريقة تلقي العلم وإلقاء العلم اختلفت عموما. حتى الأجيال نفسها ما بقاش ينفع معاها اللي كان بيحصل زمان، ولازم نقول احنا دلوقتي الاجيال اختلفت حتى في اسلوب التلقي نفسه. يعني عشان برضو ايه ما نقولش ان المدرس كمان هو اللي في حالات من حالات الرقي حصلت طبعا، لكن بنقول ان الرقي ده خدم العلم او خده هنبقى نتكلم فيها بعدين كقضيه. لكن انا بتكلم على الموقف بتاع الشيخ مبارك كان موقف سليم بقى. بمعنى ايه؟ ده شغل ايه هو اعتبرها كده، ده بدات تحصل حاله من حالات التساهل من الولد بقى، يعني ده كويس ده وحش ده كذا انا هنقي في المدرسين. عشان كده لما جه الموقف قال لا شكرا انت لغايه كده بقى انا سبتك مره، الثانيه لا واقفه بقى معاك، لان لازم الوقفه دي تكون ايه رد فعل ليك. فقال له نفس الكلام كده. يبقى انا بقول لو الموقف، هل الموقف تفهم الموقف؟ لا لم يتفهم ابوه الموقف، وقابل شكواه بالغضب عليه قائلا من علمني حرفا صرت له ايه عبدا. دي المقوله اللي قالها الشيخ مبارك لابنه، لان ممكن تجيلي دي كمان كسؤال. يعني لما تجيلي طبعا مش بقول على قائل العباره الاصليه في القصه نفسها، لو قالها مين قائل العبارة دي لعلي؟ هو الشيخ مين؟ الشيخ أو أبيه الشيخ إيه؟ مبارك. طبعا بنقول دلوقتي الموقف نفسها بدأت الحالة تتأزم عند مين؟ عند علي، عند علي مبارك. نسي الشيخ مبارك أن القسوة لا تفيد وأنه لا يجب أن يدفعه إلى شيء لا يحبه، فهرب الصبي من المنزل عند أخ له. شفت بقى السؤال اللي فات يا أستاذ حاتم اللي أنت قلت إيه؟ هو هدد بس لما إيه؟ قال له هفرض عليك، حصل عملية من عمليات التهديد. ولكن الآن التهديد نفذ في حالة أنا خلاص بقى. الشيخ علي بدأ يتعامل مع الموقف بأسلوب هم يعني افترضها الشيخ مبارك لما جه يقول لا ما ينفعش ولا المفروض كذا، قال له بس خلاص القسوة هنا ملهاش حل، انت لازم ايه يقسى عليك عشان تتعلم. علي مبارك قابل الموقف بإصراره وعنده وقال شكرا انا هسيب البيت وهرب. وهنا السؤال يا اولاد، هو بيقول ايه بقى؟ هرب عند اخ له. عند اخ له ديت مشكلة، لان في بعض اولادنا كده فسروها واحنا عمالين نجاوب على الاسئلة بنقول ان علي مبارك وحيد. شوف بقى كلمة كلام وحيد لأسرة. طب ازاي وحيد لأسرة وهو له اخ هارب عنده؟ فالناس اعتبرت ان ده يعتبر تناقض في الكلام. فالتفسير بتاعها المنطقي بيقول ايه؟ الشيخ مبارك كان طبعا له اكثر من ولد ولكن من زيجات اخرى، اما ام علي مبارك تحديدا لم تلد من الذكور غيره هو، يعني هو وحيد امه ولكن ليس وحيد ايه ابيه. عشان كده بنقول في الاصل ان علي مبارك له اخوه. ايوه له اخوه، وعشان كده لما جينا نقولها دلوقتي لما جه يهرب برضه علي مبارك تفهم الموقف، ولما جه يهرب ما هربش بقى بره البلد ولا راح عند اخوه. يعني ايه في الاخر كده عند اخيه عشان الحكايه تبقى برضه ملمومه زي ما بيقولوا، عشان ما يعملش كارثه ممكن لا يحمد ايه عقباها. طبعا يبقى هرب من المنزل عند اخ ايه له. والكلام ده كان في قرية برمبال الجديدة في محافظة الدقهلية. ده الاخ من ضمن اخوات علي مبارك اللي ما راحش معاهم عرب السمعانة وظل في قرية برمبال الجديدة. ولكن الاخ الاكبر لعلي مبارك لم يكن كالاب ولم يتعامل مع الولد بقسوة، لان الولد طالما تصرف، وده التصرف برضك من التصرفات الخاطئة اللي احنا بنقول لولادنا ما تتعودش عليها. مش معنى ان انت والدك او باباك ما مدكش اللي انت عاوزه ان انت ليك اخ متجوز او ليك عم او ليك خال تسيب البيت وتروح. لا، ده تصرف خاطئ من علي مبارك واحنا بنعترف ان هو تصرف خاطئ. ولكن هل احنا هنتكلم بقى ايه في معاملة او معالجة
الأخ الأكبر لعلي مبارك للموقف، هل تعامل معه بنفس القسوة؟ هل زعقله؟ هل ضربه؟ لا طبعا، عرف ان اخوه عنيد وان هو لو تعامل معاه بنفس القسوة كويس ان هو جه عندي. ما نعرفش ان انا لو تعاملت معاه بقسوة بعد كده هيروح فين، هيتحرك ويروح فين. فبالتالي استطاع الاخ الاكبر ان يحتوي علي مبارك وان هو يحاول ان هو يمتص غضبه وان هو يقول له ايه، ان والدك ووالدتك زعلانين عليك جدا، الاب والام زعلانين وغضبانين ان انت هربت البيت، وحاول يقنعه ان هو يرجع البيت مره اخرى. يبقى انا لما اسالك سؤال دلوقتي يا حاتم اقول لك ما موقف الاخ الذي هرب عنده او عنده علي مبارك، نقول الموقف اللي حضرتك بتحكيه لي بقى تقول انا هقول دلوقتي على الشاشه. يبقى علي لما اقام عنده حتى عصر عليه اخله واستخدم معه اللين وعادوا الى ايه؟ والده، وتحيرت الاسره في امره، خلاص بقى يعني انا حصل بقى علي دلوقتي بقى مسار جدل للاسره كلها، هنعمل معاه ايه؟ الولد بيعاند، الولد مش عاوز التعليم بهذه الطريقه وبهذه القسوه، طب ايه التصرف اللي ممكن تعمله اسره حتى مش مع علي مبارك مع ابن لها في هذه الحاله؟ عرض عليه والده ايه بقى؟ هنا بقى العرض اللي هيقدمه بقى اللي انا بقول لك عليه الحل. انا لو سالتك دلوقتي هل ها كان هناك حلول لده؟ علي مبارك خلاص اصر، ايه الحل بقى؟ طبعا الاب عرض عليه الى احد الكتاب الاخرين ان هو يروح يتعلم عنده ممن يقيسون الاراضي الزراعيه للفلاحين. بس تمام. لكن علي مبارك كان رده جميل قوي. قال له ايه بقى؟ اجرب وبعدين اخد قراري. هنا بقى الموقف اللي برضه بيتعلم منه، ما هو الولد نفسه كمان، لان علي مبارك كان يتمتع بالذكاء. فالذكاء بيقول ايه؟ الدنيا كلها خلاص هي قفلت. فالاب حل لقى حل. فعرض عليه ايه بقى؟ يقول لك عرض عليه والدي ان يعمل مع كاتب من الذين يقيسون الارض الفلاحين، اللي هم بيسموه يعني بيقيس بالامطار كده، ويبدا يتعلم الحساب منه، حساب هذه الاشياء. هو ده الحل، او هو ده اللي شافه مين؟ طبعا. وده يا اولاد انا عاوز اقولها بس لاولادنا ان ده كان حل من الشيخ مبارك، حل عن طريق الياس من علي. يعني هو بدا يحس احساس بقى ان الولد ده زي ما بيقولوها كده كده مش نافع، فبدا يشوف له حاجه ثانيه، ولو انه مصر على انه يتعلم. وعلى فكرة احنا لو هنتابع القصة ان علي مع هذا الرجل كان مخطئ، والراجل طرده من الشغل، لان علي كان يخطئ. كان بيعمل ايه بقى علي؟ كان ياخد الاخبار، وهو بحكم ان هو طفل صغير كان بيروح ينقل الاخبار او ينقل اسرار العمل للفلاحين. فطبعا مين اللي عرف الكلام ده؟ الكاتب، فقام بطرد علي. حلو قوي. هنا بس سؤالي الاول كده، زي ما انت قلت، هل وافق علي على ذلك، على هذا العرض؟ بشرط ان يجرب اولا ثم يبدي رايه او ايه يظهر الحكم. اللي حضرتك قلته ده صح؟ نعم. هل واحنا لما بنعلم كنا في الصف الثالث ابتدائي كده بنعلم الاولاد كده في الاسئله او نوع اللي هو السؤال، هل الاجابه بهل بنعم او لا؟ يعني انا بسالك هل نعم او لا؟ فانت الاول تقول نعم او لا، انت قلت نعم، بس هنا بقى اللي انت حضرتك قلتها كانت نعم مشروطه. اللي عملها علي مبارك، ايه شرطك يا عم علي؟ قال ايه بقى؟ لقد وافق علي مبارك ولكن تحت التجربه، فان وجد العمل مناسبا له استمر فيه، والا شكرا. يعني انا دلوقتي لو اتكلمت انا هقول حاجه واحده بس، علي مبارك شرط وكانت النعم بتاعتي وصحتي المشروطه، وقال لهم يا جماعه انا لغايه دلوقتي انا هجرب، لان انا جربت تجربتين قبل كده وفشلوا، فالتجربه دي لازم تبقى ايه بقى؟ انا اللي شرطها. لو خلصت مع الراجل ده وفهمت واستوعبت وعشت معاه وارتحت هكمل، مش هكمل هقول لكم مش هكمل. وهنا الشرط اللي قاله علي مبارك، وعند هذا الشرط وهذا الكلام اللي قاله علي مبارك بنهي الفصل الثاني من قصة علي مبارك، عشان ندخل على حاجة تانية يا أستاذ حاتم. الفصل الثاني كده انتهى لأولادنا، بقول لكم يا جماعة احنا عندنا الفصل الأول والفصل الثاني كده بالنسبة لنا اللي هي بنسميها الوحدة الثانية اللي احنا شغالين فيها، بقول الفصل الثاني انتهى. هننقل بقى على حاجة تانية يا أستاذ حاتم بعد ما نهى علي مبارك الموضوع وشرطه مع شرط اخر بقى، وندخل على الحاجه اللي بتحبها واللي انا بسميك فيها كده انا واخدك انت القدوه بتاعتي في النحو او القواعد اللغويه، ان انت حضرتك لما بستوعب منك بستوعب صح والله. وانا اولادنا وده كذا واحد قالها لي، يعني مش بزكيك انت او بقول حاجه عشان انت صديقي يعني، فانا بقول دلوقتي الاستاذ حاتم هيقول لنا حاجه في النحو دلوقتي انا وانتم هنسمعها، واللي هيطبقها معانا الكمبيوتر كشاشات بس ان انتوا تشوفوا الكلمات. يعني احنا مش عايزين نقضي العمليه تبادل شكر والكلام. لا مش شكر، انا عاوز دلوقتي ندخل بقى موضوع فعلا. يعني استاذ سعيد انا بتعلم منه والله، يعني هو استاذ سعيد يعني بيديني اكتر دايما من قدر. يعني هنخش طبعا مع بعض على انواع خبر كان. انواع خبر كان هي نفس انواع كان واخواتها. قلنا المره اللي فاتت بتدخل على ايه؟ تدخل على الجمله الاسميه. والجمله الاسميه انواع خبرها ايه؟ انواع خبر الجمله الاسميه خبر مفرد، خبر جمله، خبر شبه جملة. طالما دخلت على الجملة الاسمية كان واخواتها لما جت اجرت يا استاذ سعيد الجملة الاسمية اجرتها بمنافعها. ايه هي منافعها؟ اللي هي انواع ايه؟ انواع خبر.
يعني احنا عندنا انواع خبر كان وبعد كده انواع خبر ان، هي نفس انواع خبر الجملة الاسمية اللي درسناه الشهر اللي فات؟ هي نفس الانواع ولا اختلاف في هذا الايه؟ هذا يعني انا بتكلم على احنا خدنا قاعدة عشان برضو ولادنا يركزوا معانا، خدنا انواع الخبر وعرفناه وعشنا معاه وقلنا انواع الخبر، هيختلف لما تدخل كان؟ لا مش هيختلف، هو الخبر هو هو، بس دخلت كان كاحتلال للجملة الاسمية، لما احتلت الجملة الاسمية زي ما الاستاذ حاتم بيقول لك احتلت الجملة الاسمية فلازم تحتلها بكل محتوياتها حتى بانواع خبرها. ايوه حتى بانواع خبرها، يفضل انواع الخبر زي ما هي، ونشوف بقى في الحاله دي هيتعرب ازاي. نعم. او اعرابه بقى مع كان ازاي. طبعا احنا عندنا انواع الخبر كان واخواتها، مش هنقول كان بس، هنقول كان واخواتها ثلاث انواع، هي نفس الانواع اللي احنا درسناها في خبر المبتدا. لذلك لما يجي لك في الامتحان ويقول لك استخرج خبر لفعل ناقص يبقى كان واخواتها، خبر لمبتدا يبقى الجمله الاسميه اللي احنا خدناها في الحلقات الايه السابقه اللي احنا درسناها، اللي هو خبر المفرد والجمله والشبه ايه جمله، جمله تبدا بمبتدا ولا تبدا بناسخ من النواسخ. جميل قوي. انا نعم. بس تعليقه هنا للاستاذ حاتم اللي قالها، انا عندي خبر كده لوحده كانواع خبر، خبر للمبتدا ده الطبيعي بتاعنا اللي احنا خدناه قبل كده، لكن عمره ما هيجي لك ويقول لك بين انواع الخبر اللي موجود، يعني استخرج خبر وبين نوعه، ما تقولش خبر كان، لا الخبر هنا هو الخبر الايه الاصلي للجمله اللي هو خبر المبتدا، لكن استخدم خبر زي ما انت قلت بقى ايه خبر لفعل ناسخ، هو ده اللي ايه يبقى خبر من اخوات ايه كان. اخوات كان طبعا. هو دلوقتي بقى يسهل وييسر على التلاميذ في الامتحان، يقول لك خبر لمبتدا يبقى نبعد عن كان وعن ان واخدها. انواع خبر كان، احنا المره اللي فاتت خدنا خبر المفرد، يعني احنا خدنا الخبر المفرد وهندي نماذج واجابات او بعض الاسئله على انواع خبر كان، اللي هو هنبدا بالخبر المفرد. الخبر المفرد اللي عندنا اللي هو يعني كلمة مفرد، يعني كلمة واحدة اسم، كلمة واحدة واسم، ده الخبر المفرد اللي موجود عندنا. خبر جملة بنقول عليه ممكن خبر مركب، اللي هو يتكون من جملة سواء كانت اسمية او فعلية. خبر شبه جملة اللي هو ربما يكون جار ومجرور او ظرف. طب انا هبدأها بامثلة. نعم. عندي هنا يا حاتم. تفضل. هدخل بامثلة موجودة معايا لاولادنا عشان يشوفوا. استاذ حاتم قال لك ايه، احنا عندنا ثلاث انواع واحنا خلاص ما اختلفناش، الانواع اللي كانت موجوده في انواع الخبر هي اللي موجوده في انواع خبر كان. طيب برضو الانواع اللي عندي اللي موجوده لو انا اشتغلت عليها، انا لما اتكلم دلوقتي بص كده، كان الكتاب جديدا، ده انا هسال اولادنا قبل ما يتكلم معاها الاستاذ حاتم. لما اسالك واقول لك دلوقتي هي كان دخلت على الجمله الاسميه خلاص وخلصت فيها ورفعت المبتدا ونصبت الخبر. طيب هنا نوع الخبر، لما اسالك اقول لك نوع الخبر هنا ايه؟ طيب كان الكتاب جديدا، مفيش اختلاف على ان نوع الخبر هنا ايه يا استاذ حاتم؟ هنا طبعا صريح. يعني احنا لو اعربناها لاولادنا هنا اعراب مفصل موجود معانا على الشاشه، هنقول ايه؟ كان فعل ماضي ناقص ناسخ. كان تمام. فعل ماضي، نكتب عشان اولادنا يكونوا معانا، كان فعل ماض ناقص ناسخ. لو انا كتبت فعل ماضي وخلاص مفيش مشكله. الكتاب اسم كان مرفوع زي ما قلنا المره اللي فاتت، وعلامه رفعه الضمه. جديدا خبر كان، وزي ما خدنا الحلقه السابقه ان خبر كان بيكون يا استاذ سعيد منصوب دائما منصوب، وعلامه نصبه الفتحه. هنا سؤال بقى عشان الجمله اللي جايه يا استاذ حاتم. نعم. هل بتفرق مع الخبر المفرد كنوع ان كان مثنى او جمع؟ نوع الخبر ثابت، مفرد سواء كانت الكلمه او أيوة. الاسم مفرد او مثنى او جمع، طالما انا عندي تفاحيه واحده سواء بقى انا مقطعها اربع ارباع، مقطعها اثنين، مقطعها ثلاثه، هي في الاول وفي الاخر ايه؟ تفاحيه واحده. يعني النوع عندي لا يختلف، لان الجمله اللي جايه دي بتلخبط ساعات اولادنا برضو، ما هوش اللي عاوزين يتلخبطوا، لكن ولاد مدرسه على الهوا بيتلخبطوش. كان السائحون مسرورين، بدانا سائحون يعني كلمه جمع، ومسرورين برضو كلمه جمع، لكن هذا الجمع اللي احنا بنتكلم عنه ده ملوش علاقه بنوع الخبر. نوع الخبر الكلمه، او زي ما الاستاذ حاتم لسه بيقول لك الكلمه نفسها مفرده يبقى مفرد، لكن هي بقى جمع او مثنى او زي ما هي ماليش دعوه. هتفرق في ايه بقى يا اولاد؟ في الاعراب اللي هيكتبها الاستاذ حاتم دلوقتي وهاجي اتكلم عليها. لما تيجي تعربها بقى ما بتتعربش اعراب المفرد، تتعرب اعراب المثنى، تتعرب اعراب الجمع على حسب العلامه اللي موجوده. لما اجي اتكلم قول لي بقى كان
السائحون استاذ حاتم مسرورين. انا غيرت كانة عشان ولادنا برضك يعرفوا ما يصمموش على كانة. ان ما يصمموش على كانة وكل كلمه تجي لهم اسم كانة اسم كانة اسم كانة، وده اللي ايه اللي يلخبطهم. اما اجي نقول ساره، ساره نفس الكلام اللي انا قلته على كانة، فعل ماضي ناقص ناسخ، يبقى ده فعل ماض ناقص ناسخ، وانا هنا حددت زمن الفعل ان هو الفعل الماضي، لان لو جالي مضارع هقول فعل مضارع ناقص ناسخ. فعل ناقص ناسخ مفيش مشكله بقى، انا عايز اريح نفسي. جميل. السائحون خبر ولا اسم؟ انا اسم ساره مرفوع وعلامه رفعه يا استاذ سعيد الواو رفعيه. وهنا وهنا الواو كده يا استاذ حاتم، انا عاوز برضو الواو ولا الواو؟ لا الواو، النطق الصحيح بتاعنا احنا اولادنا وعلمناهم بقى، احنا عندنا واو وليست واو. تمام كده. انا لما اجي اتكلم في دي يا استاذ حاتم، انا بس عاوز اقولها لاولادنا، لو جه يعمل علامه الرفع وكتبها لي الضمه، واحد بقى كده يعني انا بسميه ولد من العيل اللي هو عاوز متسرع، ينقص في الدرجه ينقص والله. وانا شخصيا هنقصه وصحته ما ينقصه، والمدرس اللي بيدرسه ما ينقصه. ما هو استاذ سعيد لان لازم بقى يبقى انت كامل اجابتك. درجه الاعراب بتنقسم الى نصين، لو هنقول مثلا هنتخيل ان السؤال الاعراب عليه درجتين، درجه للموقع الاعرابي ودرجه لعلامه الاعراب. درجه للموقع الاعرابي يعني انا ذكرت اسم ساره خلاص خدت الدرجه، ذكرت علامه الاعراب اللي هي مرفوع علامه رفعه الواو يبقى انا خدت الدرجه الباقيه، يبقى انا لازم احصل درجات. يا جماعه الطالب البخيل قوي، البخيل قوي اللي ما بيراجعش اللي ما بيهتمش بالاجابات باجابته تكون اجابه كامله، ده بيؤدي الى نقصان الدرجات. الطالب البخيل، شفت انت شبهت ازاي؟ الطالب البخيل يقابله مصحح بخيل. لان هتبخل على نفسك بان اديك الدرجه مش هديها لك. طبعا تعالى بقى ننقل نقله ثانيه يا استاذ حاتم. معلش بس مسرورين قبل ما ننقل. ده احنا ما دخلناش على مسرورين. لا خلاص مش مسرورين يا استاذ سعيد. تمام. يعني يقولوا انك انت كده حضرتك بتطنش بقى. احنا اللي بخل. خبر ساره منصوب وعلامه نصبه الياء. طبعا لازم نذكر سبب رفعه بالواو وسبب نصبه بالياء ان هو ايه؟ جمع مذكر سالم. يبقى إيه ابننا دي بقى لازم احنا نقول كمل اجابتك عشان تجبر المصحح على انه يديك الدرجه النهائيه. طبعا ده النوع الاول واتفقنا خلاص، هذا هو المفرد او الخبر المفرد سواء كان مفرد او مثنى او جمع نوع الكلمه نفسها، لكن نوع الخبر هو ايه؟ مفرد. الجمل بقى التاليه يا استاذ حاتم تعال نشوف مع بعض كده بنفس الحكايه، ندخل مع بعض. كان الكتاب، خد بالك من دي بقى، الغلاف جميل، الهاء اللي لسه كان بيتكلم عليها الاستاذ حاتم دلوقتي انا هسيبها له يفسرها، يعني انا مش هنطقها لان حضرتك هتفرق ما بين الهاء اللي كنا لسه شغالينها في القصه وهذه الهاء اللي هو الرابط اللي المفروض هيحولها لي دي لخبر جمله اسميه ان شاء الله. واقول الجمله اللي بعد كده، ظل التاجر يربح كثيرا. نبدا بقى بالجمله الاولى يا استاذ حاتم، كان الكتاب، وسايب لك غلاف جميل كده انت اللي هتقوله لنا ايه التحليل بتاع دي. طبعا احنا لو بصينا قدامنا هنلاقي ان كان الكتاب غلافه جميل، وفي ناس بتقول لك ايه تنطقها ازاي، تقول لك كان الكتاب غلافه. طبعا ده غلط، لان ده لما هناخد السنه الجايه ان شاء الله في الصف الاول الاعدادي انواع الخبر واعراب انواع الخبر، احنا هناخدها من دلوقتي يعني احنا هناخدها النهارده. طبعا احنا عندنا الكتاب هنا زي ما احنا عارفين اهو، ده اسم كان منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طيب غلافه، الهاء هنا دي تعود على مين؟ هل تعود على اسم كان ولا تعود على واحد بره خالص زي امه؟ يعني امه دي بره، نربط بره الجمله. تمام. لكن الهاء هنا تعود على الكتاب اللي هو موجود فين؟ اللي موجود عندنا في الجمله، وده دايما بنقول عليه الرابط الذي يربط المبتدا الاول بالمبتدا الثاني. المبتدا الاول دخلت عليه كان واخواتها ركنته على جنب، لكن سيظل غلاف، كلمه غلاف لوحدها مبتدا ثان، مبتدا ايه ثان، يعني معنى كده ان كان ما اثرتش في ده لوحده، لا ما اثرتش فيه، لكن اثرت في جمله الخبر. طب انا بس هقول لك حاجه يا استاذ حاتم عشان انا افهمها اكتر، هتكتب لي حضرتك بعد اذنك الجمله نفسها كانت امه حزينه بتاعتنا، عشان افرق بين الهاء والهاء. يعني انا لما اقول دلوقتي بس نفس الحكايه، لو هنشيل الورق يا استاذ حاتم والله ما تبقاش بخيل معايا في الورق. طيب. يعني انا دلوقتي الجمله بتقول ايه؟ كانت امه حزينه وكان الكتاب غلافه ايه؟ جميل. الهاء والهاء ايه؟ يعني ليها انا دلوقتي زي ما حضرتك قلتها هناك، قلت لي الهاء هنا غير الهاء هنا، بس تفسير بس عشان ولادنا يحصل ربط ما بينها. هنبص كده هنقول ايه؟ كانت امه حزينه
ادي الجمله بتاعت استاذ سعيد، وكان الكتاب غلافه حزين ولا جديد ولا لا؟ جميل جميل، الغلاف حزين مش كده؟ طيب هنا الفعل موجه لمين؟ للام، كانت هي امه، يعني كانت امه بيتكلم عن الام، لكن هنا الهاء هنا او الفعل هنا موجه عن مين؟ موجه للكتاب، يعني المقصود بالفعل هنا الكتاب، يعني انا بتكلم عن الكتاب، هنا انا بتكلم عن الام. يعني يعني فرق الاسماء. نعم. يعني انا بادئ الاسم هنا، الاسم عندي بعد ما بدا مبتدا، المبتدا عندي اللي المفروض اسم كان، هنا الكتاب. نعم. اما هناك كان مين؟ امه. ليه؟ لان تاء التانيث دي متصله بمين؟ تعود على مين؟ تعود على الام. يبقى الام هنا ده اسم كانت، وهنا الكتاب اسم كانت، الاثنين زي بعض. جميل. هنا الخبر مفرد، هنا الخبر مفرد لان انا خلاص، لكن هنا اما قلنا ده مبتدا وده خبره، وقلنا في الورقه السابقه ان مبتدا ثاني، وزي ما اتفقنا مع استاذ سعيد لما استاذ سعيد بيحب ينزل عايز يعش ولاده جمله اسميه، بينزل السوبر ماركت بيروح يشتري مبتدا وخبر يحطهم في الصينيه ويدخلهم الفرن يطلعوا لي جمله يا استاذ سعيد اسميه، يطلعوا لك جمله اسميه. يعني انت بقى حضرتك عايز تزود ملح تزود اي حاجه مش مشكله. المبتدا والخبر كونوا لي ايه؟ جمله اسميه. يبقى نوع الخبر هنا يا استاذ سعيد خبر جمله اسميه. ليه؟ عشان في ضمير كمان يعود على مين؟ يعود على المبتدا اللي هو اسم كان، اللي هو الرابط ده. نعم. اللي لابد من ان لازم يكون في رابط عشان يربط لك الجملتين ببعض. نعم. عشان يلزقهم زي ما قلنا السوليتيب كده اللي بيلزق الجملتين ببعض. لكن قلت هنا نوع الخبر اسحاق، قلت ايه بقى نوع الخبر هنا؟ ايه؟ جمله اسميه. لو عاوز اعربه يعني انا دلوقتي انا بقول له ايه؟ استخرج خبر. طبعا انا بقول زياده، دي زياده، اعراب الخبر كله اللي هو بقى جمله اسميه. انا كنت هناك. نعم. بقول ايه في الخبر المفرد؟ خبر كان منصوب وعلامه تثبيت. نعم. الفتحه. ايوه ايا كان. طب تعالى هنا بقى لما اعربه بقى على بعضه كده لابننا كده عشان يبقى عارفها. نعم. الاعراب نفسه كله على بعضه، الخبر الجمله الاسميه يتعرب ازاي يا اسحاق؟ والله يا استاذ سعيد انت حضرتك هتخلص لنا الورق كله، ما يجريش حاجه ما يجريش حاجه عشان خاطر ولادنا. وهنقول ايه؟ غلافه، هطلعها هنا لوحدها، غلافه. جميل، هعربها بقى اعراب مفصل طالما. جميل. إيه؟ تمام. غلاف مبتدا ثاني، لان المبتدا الاول اتنسخ بمين؟ بكان، بقى اسم كان. الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. جميل خبر للمبتدا الثاني، خبر للمبتدا الايه؟ الثاني. تعالى بقى نشوف الحته اللي استاذ سعيد يقولها ونشكل بقى ونلون بقى، واخد بال حضرتك؟ هنقول ايه؟ والجمله الاسميه، والجمله الاسميه من المبتدا والخبر في محل، هو خبر كان بيبقى ايه؟ منصوب. تمام. يبقى في محل نصب خبر كان. جميل قوي. ودي اللي بنقول عليها ايه بقى؟ دي الاعراب الحرفي للجمله. طبعا يبقى احنا اتفقنا على ان الجمله الاسميه كده في محل نصب خبر، خبر. نعم. كان. نعم. تمام كده. احنا عندي يبقى انا عندي تاني كده زي ما انت حضرتك قلت عشان بس ايه لاولادنا، يبقى انت عندي في مبتدا ثان اللي هو المفروض احنا قلنا اللي كلمه الايه الغلاف او غلاف. نعم. وبعد كده في خبر، الخبر ده للمبتدا الثاني اللي هو كلمه. نعم. الايه الغلاف. بعد كده بقول اللي انت حضرتك قلته اللي هي الخبر او المبتدا او الخبر في محل ايه؟ في محل نصب خبر كان. تعال بس، ظل التاجر يربح كثيرا. نعم. ظل التاجر يربح كثيرا. انا بسرعه كده عشان نخش على الحاجه الثانيه هنا يا استاذ حاتم، نوع الخبر هنا ايه في ظل التاجر يربح كثيرا؟ شيل ظل التاجر يربح كثيرا، هنشيل ظل، هنلاقي ان عندنا الجمله الفعليه التاجر مبتدا يربح جمله فعليه، بس كده جمله يربح جمله فعليه. يبقى هنا عندي نوع الخبر خبر جمله فعليه، يبقى نوع الخبر جمله فعليه، ولو هيعرب هيعرب برضه الجمله الفعليه في محل نصب برضه خبر ايه؟ كان ظل او زلة. صار او اي حاجه من اخوات كان. النوع الثالث بقى يا استاذ حاتم اللي احنا اتكلمنا عنه، الخبر اللي هو احنا قلنا عليه ايه بقى؟ شبه جمله. شبه الجمله. نعم. وشبه الجمله لاولادنا قلنا الجار والمجرور او الظرف. نعم. ولما اقول او الظرف يبقى حالتين اتنين، وهنشوفها ونحللها دلوقتي لاولادنا بسرعه. الجار والمجرور معروفه، انا عندي حروف الجر والجر والمجرور يبقى كلمتين على بعض، وعندي. نعم. الجمله موجوده بيقول ايه بقى؟ امسى العامل في المصنع. يبقى انا لما اجي استخرج هنا الخبر يا استاذ حاتم يبقى بستخرجه هو ايه بقى؟ جار ومجرور.
فين الجر والمجرور هنا يا استاذ حاتم؟ في المصنع. عندنا كلمه في المصنع هي التي او شبه الجمله في المصنع اللي هو يتكون من الجر والمجرور هو الذي اكمل واتمم معنى الايه الجمله. يبقى احنا عندنا لما نيجي نقول امس العامل، العامل اسم امس مرفوع علامه رفعيه الضمه، في حرف جر، المصنع اسم مجرور علامه جريه الكسره، وشبه الجمله من الجر والمجرور في محل نصب خبر ايه امس. جميل قوي. يبقى انا كده عندي شبه الجمله، انا بس عشان افسر في الثانيه لان اولادنا بيعملوا ايه بقى، دمج ما بين الاثنين. يبقى الجر والمجرور، يبقى انا عندي حرف الجر والاسم الذي يليه اللي هو المجرور. جميل كده. تعالى بقى او الظرف. طب هو لما جه يتكلم في القاعده كان يقصد الظرف لوحده، لان لما جيت قلت ايه بقى، ظلت الطبيبات امام المريض، ودي عاوزك تحللها يا استاذ حاتم بسرعه برضه. يبقى ظلت الطبيبات امام المريض. فين الخبر هنا يا استاذ حاتم؟ طبعا احنا هنكتب الجمله مع بعض امام المريض. لو جينا قلنا خلي بالك ان تاء التانيث هنا لا محل لها من الاعراب لانها خاصه بالطبيبات. لو احنا في تاء الفاعل لما اقول كنت، تاء الفاعل هنا هتبقى خبر، وطبعا واحنا عفوا هتبقى اسم كان او ظللت انا مثلا، هبقى انا هنا الايه الاسم طبعا، واحنا هناخدها في الفترات اللي جايه في بعض الامتحانات. ظلت فعل ماض، فعل ماض ناقص ناسخ، الطبيبات اسم ظل، الطبيبات اسم ظل مرفوع وعلامه رفعه الضمه امام ظرف مكان. ولازم اتعود كده ان انا لما يجي لي اعراب اعربه اعراب مفصل، ظرف مكان منصوب وعلامه نصبه الفتحه. هل هو ظرف مكان منصوب لانه خبر كان؟ لا، هو لغايه دلوقتي ككلمه ما هياش خبر كان، هي اعراب اعرابا وقع في الجمله ايه ده ظرف. المريض مضاف اليه. طب تعالى نشوف الاعراب بقى يقول لك ايه. والظرف المكان، يبقى ظرف المكان هنا ايوه الجمله في محل نصب خبر ظل. طب ما هو منصوب، ليه بقول في محل؟ لا، هو منصوب على الظرفيه ان هو مزروع، ان هو منصوب، ان هو ظرف، ظرف مكان. لكن موقعه الاعرابي من بره ايه؟ ان هو خبر شبه جمله. تاني اقولها بس كده عشان اشوف انا فهمتها منك يا استاذ حاتم. نعم. يعني انا عندي دلوقتي امام، كلمه امام ده ظرف، الظرف دائما منصوب ايوه، يبقى ظرف منصوب وعلامه نصبه الفتحه خلصت. نعم. لكن لما جيت اعربه بقى الاعراب الثاني عشان اقول موقعه بقى الاخير اللي انا بسال عليه اصلا واللي انا دايما اقولها، قلت لك شبه الجمله ليست الظرف وما بعده، لان الاولاد لما جم يقولوا لي بس بيفسروا الجر والمجرور. اشمعنى قلت هنا الجر والمجرور الاثنين دول شبه جمله، ولما جيت على الظرف قلت الظرف بس، طب ما الظرف بعده مجرور اللي هو المضاف اليه زي ما الاستاذ حاتم قالها. يبقى الاثنين لما اقول كده امام المريض، يبقى الاثنين على بعض هم دول الاستخراج. لما تيجي تستخرجها يقول لك استخرج خبر وبين نوعه، يجي يستخرج لي يقول لي امام المريض هذا هو ده الخبر ونوعه شبه جمله، اقول له لا شكرا، الخبر هنا هي امام بس. ولما تستخرجها وانت بتستخرجها في الحاله الثانيه اللي قالها الاستاذ حاتم دي، بتستخرجها نوعها شبه جمله. ولما يجي تقول لي هي كلمه واحده وما ادتش غرض، اقول لك لا ادت، لان كلمه امام في الحاله دي يا استاذ حاتم لما بتشوفها حددت المكانيه زي ما حضرتك بتتكلم. امام دي مش شرط امام ايه، لكن هي ادتها لي ولا ما ادتهاش؟ ادتني قيمه المكان. لو قلت تحت، يبقى انت دايما لما تيجي تبص، ودايما كنت بشرحها لاولادنا اقول ايه، امام فانت بصيت امام، فوق بصيت فوق، يبقى حددت لك حتى النظر وانت بتبص، تحت بصيت تحت، تحت ايه بقى، تحت الترابيزه، تحت الكرسي، دي مش قضيه، لكن في الاصل حددت مكان، حددت المكان، وما دام حددت المكان يبقى كملت معناها، يبقى كملت معنى كلمه الايه؟ ظرف المكان ده اللي موجود. عشان كده لما جالي هذا الظرف بقول ان الحاجه نفسها، بقول الظرف هو شبه الجمله وليس الظرف وما بعده او الذي اتى ايه؟ بعده. طبعا مع الظرف ومع ما حدث للظرف وانه هو شبه الجمله انتهت بالظرف بالظبط كده حلقتنا يا استاذ حاتم. ان شاء الله. وبقول لك يا استاذ حاتم، يعني احنا بنقول لاولادنا تاني، احنا هنحاول نسرع ونعجل من اجل امتحانات. هنحاول ان شاء الله باذن الله من الحلقه القادمه باذن الله ان احنا نجري في المنهج شويه، على الاقل ان احنا نخلص جزء كبير قوي من الوحده الثانيه. ان شاء الله ان شاء الله. بنقول بقى شكرا يا استاذ حاتم. اولادنا حلقتنا انتهت، لكن حلقاتنا ان شاء الله مستمره. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.